كل الأسئلة تبقى حلوة. بص أعرف علشان أنا معظم الفانز بتوعي من المغرب كتير قوي، استنى، فهم بيحاولوا يعلموني لأنه أنا علاقتي بالفانز اللي هم الجامدين اللي من زمان اللي عاملين روابط وعاملين حاجات، علاقة بقت شخصية، بقيت أعتبرهم إخواتي وبنتكلم فبيحاولوا يعلموني عشان أعرف أتكلم معاهم. فمثلا كانوا يقولوا لي استنى، كان حماق عليك؟ كان حماق عليك هي فتومة. كان حماق عليك بالزاف. في حاجة بحب قوي لما حد يقول لي غزالة، بنبسط قوي. غزالة. ايه تاني؟ بحب الحريرة، بحب الكسكس بالخضار، بحب الباستشيلا. باستشيلا انتو التهتة صح؟ بحب في حاجة تاني اسمها ايه؟ اللي هي اللي جواها حاجة عاملة زي الجلاش عاملة. لا البريوة الحمراء هي دي، بس المسكرة اللي بالسكر. بسطيلة بالدجاج. لا دجاج، لا ما باكلش دجاج، بالسكر يا زوج. طب بس طبخي الاكل مغربي؟ لا بس جبت كل العدة في البيت، يعني جبت البتاع اللي هو بتاع الطواجن ده، والغطا بتاع كل حاجه بكل الوانها، بس فاضل اتعلم بقى. مفيش زي الكشري برضه. كشري انا استاذه كشري، امي بقى استاذه كشري. ان شاء الله نكون خفاف عليكم، وان شاء الله بتمنى لساره والتيم اللي معاها والمهرجان كله ان شاء الله ان هو ينجح ويبقى من اهم الحاجات ان شاء الله. ومبسوطه قوي ان انا معاكم، مبسوطه ان انا قابلتكم، مبسوطه بزمايلي الموجودين من مصر وكل الفنانين اللي موجودين، اكيد مبسوطه ان انا وسطهم. ان شاء الله نبقى يعني عملنا حاجه جديده مفيده في البلد الجميله اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها. ميرسي ليكم قوي. وعايزه اقول لكم على وصيه، اوصيكم وصيه، اوعوا لما نلعب كوره مع بعض نزعل من بعض، اوعوا. انا هحذركم يعني، انا لما والله العظيم لما المغرب فريق المغرب بيغلب انا بنبسط قوي، بس لما يغلب مصر هو بزعل. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارتاجيو مع صحابكم.